الحقيقة شاف النجاح كان برنس الدراما السنة دي مايكل جاكسون الشرق في الغنى، النجم المغامر اللي بيبهرنا وبيبهر الجميع في كل حاجة بيعملها وبيقدمها، فاعتبروه فارس من فرسان الفن اللي بيعرف يسجل أهداف في قلوب محبيه وجماهيره، وعلشان كده اختاروا الجمهور انه يكون نمبر 1 بوم بوم. انا رضوان البرنس، انا في حضرتك يا جنب المأمور، اخواتي خطفوا بنتي من عند حماية وهيقتلوا احسن ممثل باختيار الجمهور 2020 محمد رمضان. وهو كان ليه مسلسل في رمضان قصادي، استاذ عادل امام،